علشان احل المشكله ديت هجيب قطعه من ورق الالومنيوم وهجيب قطعه من اللزق الطبي. السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بيكم في فيديو جديد. وفكرة فيديو النهاردة هنشرح فيها طريقتين لحل مشكلة تقطيع سماعات الجي روم. الطريقة الاولى هتبقى الاندرويد والطريقة التانية هتبقى للاي او اس وهي الايفون. بس قبل ما نخش شرح الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله، وما تنساش برضو تدعمني باللايك علشان استمر في تنزيل الفيديوهات. وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، وشكرا على 20,000 مشترك وان شاء الله يوصلوا 50,000 في اقرب وقت. ويلا بينا نخش في شرح الفيديو. اول طريقة اشرحها وهي هتكون الاندرويد والايفون. طريقته هتبقى سهلة وانا هتحكم في اعدادات السماعات عن طريق الايفون، انما في الاندرويد مفيش الخاصية ديت. انا حاولت اجرب اكتر من برنامج اللي هو يتحكم في اعداد السنسور اللي هو السبب في تقطيع الاغاني او وقف الاغاني لوحدها، لان هو السنسور في الجي روم اسمه سنسور لمس مش سنسور تقارب زي ما موجود في السماعات الاصلية بتاعت ابل. فده بيكون سنسور لمس، ده اللي بيخلي السماعات او تغربة السماعات سيئة جدا وبيقطع الاغاني وبيوقف الاغاني لوحدها اثناء استخدام السماعات. ممكن انت تجرب الودن الاصغر من ديت اللي بتركب بتيجي 3 مقاسات، ممكن تجرب المقاس الاصغر. لو الطريقة نفعت معاك ماشي، لو ما نفعتش معاك جرب الطريقة اللي انا هعملها في الفيديو ده. طيب اول حاجة هعملها علشان احل المشكلة ديت هجيب قطعة من ورق الالومنيوم وهجيب قطعة من اللزق الطبي اللي بيتباع في الصيدلية عادي معروفة، وقطعة من ورق الالومنيوم. اول حاجة هقص حتة صغيرة من ورق الالومنيوم ده، هقص منه حتة صغيرة جدا علشان احاول الزقها في السنسور ده، وهلزق عليها اللزق الطبي ده بحيث كده ان انا قفلت السنسور وما يشتغلش تاني ويقطع في الاغنية. هقفله خالص، هنقص قطعة صغيرة. هو ممكن الحجم ده اللي هنعوزه. طيب هنقص قطعتين من ورق الالومنيوم بالحجم ده بالظبط كده. بعد كده هنقص زيهم بس من اللزق الطبي، هنقص اهو 2 من اللزق الطبي، وزي اللزق الطبي هو ده شكل اللزق الطبي او هو ده شكله علشان الناس ما تتلخبطش. هنقص 2 بالحجم ده زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنحاول نفك اللزق بالطريقة دي. وهنحط قطعة من ورق الالومنيوم اللي احنا قصناها كده في النص بالظبط، وهنلزقها في السماعة من هنا عشان ما تبانش بالطريقة دي كده. نجيب السماعة التانية ونعمل نفس الحكاية. بعد ما عملنا الطريقة دي كده هنجربها وهنشغل، هنحاول نشغل اغنية ونشوف الاغنية هتقف. طيب تاني طريقة وهي ازاي نحل مشكلة تقطيع السماعة عن طريق جهاز الايفون. اول حاجة هنقترن السماعة بالموبايل، بعد كده هنروح على اعدادات السماعة عن طريق اللي احنا نفتح البلوتوث، بعد كده هنشوف اسم السماعة، هندوس على علامة الاي اللي لونها ازرق اللي جنبها ديت. الطريقة ديت هتربط السنسور عن طريق الخيار ده ان انا اصلا لغيه اوريدي. هندوس على الخيار اللي قبل الاخير هو ده، لو انت عاملها بالعربي او كده اهو. وبكده اكون حليت المشكلة نظام الايفون والاندرويد. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني باللايك وتفعل زر الجرس وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد انا بنزله. والسلام عليكم ورحمة الله.